بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي الوطن في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في بث جديد من محافظة السويس. احنا شفنا العربية دي بمنظرها غريب، ما شفناش في السويس كتير. لقينا مكتوب عليها من وراء أحمد كابورليه. اتصلنا بالراجل وقلنا نشوف ايه القصة، ايه نوع العربية بيستخدموها في زفات العرايس، مين اتزف فيها قبل كده، طب سعرها كام، طب ايه الامكانيات بتاعتها، خاصة اللي طولها زي ما احنا شايفين كده يعني 12 متر، واكيد فيها امكانيات جوه بما يتناسب مع هذا الطول يعني. طبعا اتصلنا بالراجل وجه وفتح العربية، قلنا نشوف ايه الناس بتحب العربية دي ليه، وايه سبب استدعائها ليها دايما عشان يتزفوا فيها. وزي ما احنا شايفين ادي منظر العربية، هي طولها 12 متر زي ما قلنا. هنلتقي مع صاحب العربية يقول لنا امكانياتها ايه ومن جوه ايه استاذ احمد اتفضل. قول لنا بقى على العربية دي مواصفاتها ايه؟ دي ستريتش. ليه الناس بتحب ان هي بقت حاجة مميزة في السويس؟ بس لينكون تمام كده، لينكون تعديله رولز اول عربية. بار الصالون، هي عملت شغل في السويس يعني كويس. عبارة عن عبارة عن بار كاسات. بار كاسات ده. وايه الالبوم ده بقى؟ البوم عرايس زي ما انت شايف كده. برضو عربية تانية رولز أصغر، كليزلر تعديل رولز برضو، وسعرها متناول يعني. هي العربية أصلا أنا عشان من السويس عامل عرض عليها 1000 جنيه بس، لكن هي في القاهرة بتبقى 8 ساعات ب2200. 8 ساعات. لا بالساعة بس، أنا من السويس فعامل 1000 جنيه الزفة كلها فري من غير مواعيد خالص، اي ساعة زيادة فري، الزواج مجانا. انا من السويس من الموشي بس، فالحمد لله بفضل ربنا. هي نازلة سيستم كامل كده بالنور، بس احنا زودنا شوية اضاءة غيرنا. الديسكو ده مثلا حضرتك معمول. غالبا يعني العروس والعريس بيقعدوا فين؟ بيقعدوا ورا هنا. ورا. وممكن اختها اخو العريس اخت العريس. العروس والعريس دايما بيقعدوا هنا؟ بيقعدوا ورا. وبعد كده بقى الناس اللي معاهم اخت العروس اخت العريس كده. عايز اعرف منك يعني الحاجه الملفته دي بصراحه لفتت نظري. هي عشان هي الطول. واجب. الطول بس. فعجبتني. فقلت اشوف ايه القصه يعني. اصل دلوقتي اقل عربيه في السويس ممكن يقول لك 1200 جنيه، وتبقى مثلا عربيه بي ام مثلا عاديه. هل انت مثلا راكب ستريتش مثلا اللي بامكانيات دي كلها ب1000 جنيه برضه؟ ب1000 جنيه. طبعا. ولو جاي حد برضه لو جه حد اللي هو برضه نفسه يتزف، حد يكون محتاج، بطلع معاه فري، اقسم بالله بطلع فري معاه. فالحمد لله يعني بفضل ربنا، الحمد لله رب العالمين يعني. فاي حد محتاج اي حاجه يكلمنا على طول. ما انت انا مكتوب احمد كابورلي ورقم التليفون ورقه. طب انت فاتح اجانس ولا لا صفحه ومعايا عربيتي على الصفحه بس، ليموزين استزاف. طب ما نقول للناس رقم تليفونك. 012-892-94-835. بس في العربية عملت شغل في السوس حلو يعني، الحمد لله بفضل الله. بقى لها دلوقتي 9 شهور. تسع شهور.
وفي عربيات بتنزل اصلا تاني هنا من بتبقى دي محجوزة وناس عايزة نفس العربية، بتنزل ب 2000 جنيه و 2000 و200 يعني. نفس العربية، اه نفس العربية نفس بس الطول. انت بقى كحاجة محلية وحاجة لأبناء السويس، فانت 1000 جنيه. اه لولاد بلدك لازم تخفيض، طبعا وبرضه انت راجل بتعمل حاجة، ان الحمد لو حد لله. جالك غير قادر فري والله، بتعمل اقسم حاجة. بالله بطلع معاه فري يعني. وفي ناس برضو نفسها تزف بس معهاش يعني. طب لو قلنا مثلا الناس بقى اللي هم المشاهير بيحبوا يتزفوا في عربيات زي كده، يعني مش المشاهير، مش لازم تكون مشاهير في البلد، يعني تاجر كويس، راجل اعمال بتاع، انت في حد من دول بيحب ان هو اه طبعا. يتزف في العربية دي؟ في زفيت كتير، في طيارين زفتهم، في حد دكاترة محامين، فاحنا الناس دي هي اللي كانت بتجيب العربية الاستريتش، بس انا خليتها في متناول الجميع بقى، اي حد يركب ايوه استريتش. في ناس نفسها تركب استريتش بس تقول لك العربية غالية جدا، لا يا جماعة العربية في المتناول اقل من اي عربية. نقول نوعها قد ايه؟ نوعها ايه كده يا استاذ احمد؟ لينكون تعديل روز رايز الكليزلر. لينكون تعديل روز رويس، هي لها بابين، باب هنا وباب هنا والبابين اللي قدام صح، والكابينه قدام، الكابينة قدام. يعني احنا زي ما قلنا ده بتاع المشروبات البر بتاع فيها تلاجة و الكومبوتشا، فيها تلاجة. موجودة هنا. ايوه مش دي التلاجة، يعني يجيبوا الحاجة الساقعة يحطوها في التلاجة بحيث ان هم في الحر طبعا طبعا طبعا. الناس مش هتقدر انها ايه. وفيها ايه ميزات تانية؟ عربية واسعة، ممكن اللي انت مثلا اللي انت غير عريس وعروسة ممكن تركب 4 تنفار، مش واحدة بقى تتخانق مثلا تقول لك انا عايز ايوه اركب مع اخويا اختي، ايوه تركب اي عدد فيها يعني. ايوه ايوه بس في المتناول كله يعني. طب الكابينة بقى من قدام ممكن نشوفها من قدام، ولا نطلع اتفضل. لها لا عايز، نفتح الباب هي يعني؟ عبارة عن كرسيين اللي بيسوق واللي جنبه، ممكن حد برضو تبع العريس يقعد جنبه. طيب انت طبعا العربية طولها 12 متر، بتتعامل زي النقل في السواقة، يعني طبعا في الملفات. الملفات طبعا لازم، لازم عشان تخش انت شمال في تمسك حد يمين. بيركبها غيرك ولا انت في اللي؟ ابن خالتي بيركبها برضو. يعني حضرتك وابن خالتك اللي بتركبوها دي. طب ناخد نظرة من بره. سريعة من بره ماشي كده ماشي ماشي ونشوف فيها كام باب خلاص. ونشوف اوكي الكابينة من ماشي جوه. ماشي اتفضل. زي ما احنا شايفين العربية لها كذا باب، والعروسة والعريس تقريبا، العروسة والعريس اشرح لنا استاذ احمد كده من جوه. دي ما حضرتك انا عبارة عن عادي اتنين كابينة عادية، كابينة عادية، كرسيين، اللي بيسوق ما فيهاش واللي اي قاعد جنبه، مش ما مفيهاش. فيهاش اي لا زيادة ولا عادي. اي لا اضافة ولا اي بتاع، صح كده؟ بس كده كابينة عادية جدا كابينة عادية خالص. واربع بيبان. اربعة، الاربع بيبان مش اتنين قدام واتنين ورا. الاربع بيبان على اساس اللي عايز يطلع من ورا يطلع كده، واللي عايز يركب من قدام مع حضرتك يركب كده. تمام. بس زي ما انت شايف نادي غزل السويس الاجتماعي في فرح النهارده فيه اصلا، فزي ما انت شايف الناس طالعه اهي اصلا. انا لاحظت ان الناس عماله تتصور وبتاع، ف... حاجه ملفته بقى، ما اتحرقتش في السوق بقول لك يعني. انا بصراحه جاي واجيب وعجبتني، يعني قلت انتهز الفرصه، والعروسه والعريس طالعين دلوقتي. طالعين دلوقتي. شاكينا وتزعق اعزائي مشاهدي الوطن، احنا لسه يعني ايه بنرصد لحضراتكم منظر العربيه اللي هي 12 متر، وعرفنا مع صاحبها التعامل معها ازاي، بيتم استخدامها ازاي من الداخل، بتتعامل ازاي، بياخد باله ان هو في
في الملفات ان هو ما ي... تعمل زي العربية النقل تقريبا في الملفات والحاجة دي. دي طبعا عربية ما كانتش موجودة في السويس قبل كده، زي ما احنا عرفنا منه ان هو بقاله 9 شهور جايبها، عامل تخفيض عشان ابناء السويس، بيقول ان هي ب 2500 جنيه، هو عامل بس 1500 جنيه او 1000 جنيه، يعني مخفض 1500 جنيه، وبياخد 1000 جنيه بس في الزفة عشان ابناء السويس، وكمان من غير ميعاد مفتوح، يعني الزفة مش 8 ساعات زي ما بيحددوها في المحافظات الأخرى، لا ده هو سايبها مفتوحة إن هي يقعد إن شاء الله يقعد طول النهار. برضو الراجل زي ما يكون بيزكي عن عربيته، لو جاله حد غير قادر ونفسه إن هو يتزف في العربية ما بياخدش منه فلوس زي ما قال، بيطلع فري معاه. وفعلا ما نقص مالا من صدقة، ودايما ربنا والأديان بيقولوا لنا دايما نتصدق عن أموالنا وصحتنا. وده أحمد كابورلي بيعمل كده، وعشان ربنا يبارك له في عربيته، وعشان ربنا يرزقه. هو أول واحد نزل العربية زي ما قال وشرح لنا. وزي ما احنا شايفين طبعا الدنيا بتمطر في السويس هنا، فساعة اللايف، فاحنا بس احنا بنتعامل برضو بنرصد اللايف اللي احنا بنرصده من غير ما نقطعه، بالرغم من الامطار اللي لسه جاي. بس لللايف العربية دي عربية أفراح طولها 12 متر ب 1000 جنيه بس في السويس. صاحبها أحمد كابورلي عامل تخفيض عشان ولاد بلده، ما بياخدش 2500 جنيه زي المحافظات الأخرى، لأ. وإن حد جاله ونفسه يركب زي ما هو أكد وقال، بيطلع معاه فري لو غير قادر على تسديد تمن العربية. مشاهدينا مشاهدي الوطن، كنا معكم أمام نادي غزل السويس، ورصدنا العربية دي. العربية عربية مميزة فعلا وملفتة للأنظار. أو باقي نقول بس إن معظم المشاهير ومعظم الوجهاء زي ما بيقولوا، ومعظم الناس حتى اللي بيشوفها من أبناء السويس بيحب إن هو يركبها، خاصة إن صاحب العربية عاملها مخفضة، يعني مش مغالي في الأجرة بتاعتها زي ما هو قال، يعني زي ما هو قال إن المحافظات الأخرى دي ب 2500 جنيه، هو عاملها ب 1500 جنيه فقط. زي ما احنا شفنا العربية من جوه لها صالون ولها مكان واسع ممكن العروسة والعريس وغيرها. ان هي يقعدوا فيهم بأريحية شديدة جدا. الكاوتشات بتاعها يا استاذ احمد عاديه ده 20 جنط، 20 جنط، 20 هيليوم ولا عادي ولا ده عادي؟ مش ما بيتطلبش فيها حاجة. لا 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 خالص، حاجه معينه. طب احنا العربيات العاديه بتتغسل ب 40 جنيه او ب 50 جنيه، دي بتتغسل بكام؟ ب 40 برضه عند عم ايمن. ما شاء الله. ايوه، وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ انت زي ما بتراعي الناس برضه، الناس ما شاء الله بتراعيك، يعني بسم الله ما شاء الله. طب احنا عايزين نعمل حاجه بقى واحنا في اللايف معاك النهارده في الوطن كده،
يعني انت قلت بألف جنيه، طب لو حد قال لك انا شفت على لايف الوطن ممكن تعمل له تخفيض كام؟ 800 200 والله والله تشكر. طب حلو خليك انا قاعد ادور عليه مش لاقي. ايوه الا مش لاقي تجي من نظر يا سواق الزفه في بتفيه. السلام السلام واحده لك ايه انت اللي بتزوقها استاذ احمد ولا انا؟ بتوديها لحد يزوقها؟ بتوديها لحد يزوقها لك ولا انا؟ العربية طبعا لفت نظر معظم الناس، كل واحد الناس اللي راحة واللي جاية بتشوفها. السلام عليكم. وعليكم السلام. الناس بتتفرج عليها وناس بيحبوا يتصوروا عليها كتير، كل الناس اللي طالعة من الفرح تقريبا بتتصور على العربية دي. طب يا استاذ احمد قول لنا يعني ايه ذكرى حلوه كده مع العربيه؟ يعني عايز حاجه يا حاجه؟ ذكرى حلوه زي ايه؟ يعني زفيت حد وكنت مبسوط جدا ان انت بتزفه؟ كان المقدم احمد طيار، قمه الاحترام وهزار وضحك. في عريس بيركب معاك كده بيبقى الزفه حلوه يعني. احنا بنوفر اي حاجه. بيحبوا الاغاني والمهرجانات والكلام ده والانوار جوه برضو. انت بتطلع بره العربيه ولا انت خليها داخل السويس؟ ده بطلع بره برضو السويس عادي. طب لو حد طلبك من بره بتقبل لا بتزود السفريه بس على حسب المكان. بتزود السفريه على حسب المكان. المسافه بس. والله استاذ احمد احنا مبسوطين حبيبي، وانا اتشرفت بيكم بصراحه. واللي انت مراعي في ناس بتبقى يعني محتاجه يعني اللي هي تتزف في عربيه. في ناس بتبص العربيه ما بقول لك انا لا مش متخيله ان هم الموضوع كبير. الموضوع مش كبير يا جماعه، يعني اي حد عايز اي حاجه. معاك اخوك احمد كابورلي من السويس. حبيبي يا حبيبي ويبارك لك فيها. الله يخليك. الله يخليك. مشاهدينا مشاهدي الوطن في كل السويس، شفنا العربيه بتاعت الزفاف دي اللي بيحب يتزف فيها معظم ابناء السويس. حاجه غريبه لما نزلت العربيه دي السويس، كل الناس بتحب انها تتصور عليها وتتعامل معاها. صاحبها احمد زي ما قلنا ان هو بيراعي الظروف. حد لو وهو عامل على فكره تخفيضات، عشان النهارده طالع معانا على تلفزيون الوطن ان هو عامل تخفيض 200 جنيه. يعني اي واحد هيشوف اللايف ده ويروح لاحمد كابورلي هينزل له 200 جنيه، يعني هياخد منه 800 جنيه. وده هيخفض له 200 جنيه في أجرة العربية، وده عاملها عشان الوطن. طالع معانا على الوطن النهاردة. دي طبعا الزواق اللي هو بيزوقه، وهو قال ان هو حتى لما بيروح يغسل العربية الراجل اللي بيوديه العربية عشان يغسلها، عمه أيمن، بيغسلها له بنفس سعر العربية الصغيرة. ففعلا وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ زي ما الإنسان بيحسن للناس ربنا بيسخر له اللي يحسن ليه. شيء جميل اللي احنا بنرصد فرحة لأحد من أبناء السويس، حاجة بتستخدم في الأفراح، حاجة الناس بتحب تشوفها، حاجة الناس بتحب تتصور معاها،
زي ما احنا شايفين الناس واقفين وبيتصوروا مع العربية. وهي على فكرة العربية لها أربع أبواب فقط. أدي أربع أبواب، بابين قدام وبابين ورا، بيركب العروسة والعريس في الآخر زي ما هو قال لنا. الكابينة عادية جدا، الكابينة عادية. طبعا احنا بس عايزين نرصد العريس والعريس وهم طالعين وهيركبوا. طبعا هنحاول ان احنا نتكلم معاهم. احنا بنعمل موضوع عن العربيه دي النهارده. مين فيكم بقى اللي اختار العربيه دي؟ ابويا حاج علي البنا. يا راجل أولا. مش انت؟ لا والله حاج علي البنا. انا وافقته ولا العروسه وهي وافقتنا يعني شافتنا. الحمد لله هو الموفق المستعان. يلا يا بنتي الف مبروك وعقبال الليله الكبيره كده وربنا يوفقكم كده للخير. يلا بقى نشوفكم انتوا بتركبوا العربيه. أعزائي مشاهدي الوطن، احنا بنرصد فرحة العروسين. مشاهدينا مشاهدي الوطن في كل مكان، كنا معكم من محافظة السويس. دمتم بخير ونعدكم بمزيد من المتابعات إن شاء الله، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.